نختم هذا التنافس مع المتسابق بن جودي يوسف الذي جاءنا من ولاية المسيلة. بداية نتعرف عليه في هذا التقرير ونتعرف على المراحل التي مر بها قبل وصوله إلى النهائي، ثم يلقاكم يوسف بن جودي. أنا مشارك بن جودي يوسف من ولاية المسيلة، حفظت القرآن في 10 سنوات، شاركت في ولاية المسيلة. مستعد أنت يا يوسف؟ ما شاء الله عليك. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ما شاء الله عليك، قراءتك ماتعة ممتعة، متقن ضابط لأصول الرواية، أحسنت ما شاء الله عليك. ونصيبه اليوم كان صعبا جدا، أنت جاءتك أسئلة صعبة واستطعت أن تتفلت منها بشكل عجيب وغريب. أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وفي أبيك معلمك وفي أمك وفي كل من علمك حرفا أو آية. أحسنت يا بني. مستعد يا بني؟ يلا يا سيدي. طيب يا يوسف، اقرأ من قول الله عز وجل: تبارك الذي جعل في السماء بروجا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أوراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. حسبك بني. ننتقل بك للسؤال الثاني. اقرأ من قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله
رسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بارك الله فيك، ما شاء الرحمن. اقرأ للسؤال الثالث. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لك حسبك إلى هذا الحد. نعم. يوسف ما شاء الله عليك، ما شاء الله على هذه القراءة الماتعة، ما شاء الله عليك على هذا التميز وهذا التألق، أليس كذلك أستاذة رضية؟ بلى والله بلى. نعم. طفل صغير كيوسف هذا يقرأ هذه القراءة من حفظه وهو بهذا الحجم الصغير، حينما أتذكر قساوسة النصارى أراهم كيف يقرؤون أناجيلهم الباطلة حاضرا من كتاب ولا يستطيع أحد منهم أن يحفظ كتابه المقدس، وأرى القرآن الكريم بعظمته وجلاله قد أودعه الله في قلب هذا الصغير، أؤمن إيمانا قاطعا أن هذا القرآن الكريم هو من عند الله. أنت يا بني تجسد الإعجاز في هذا الكتاب العزيز، أسأل الله تعالى أن يحفظك ويحفظ عليك عقلك وسمعك وبصرك وأن يفهمك القرآن وأن يزيدك علما. نعم أستاذة راضية، بما تنصحين يوسف؟ طيب بعد هذه الإشادة وما شاء الله وتستحقها وزيادة،
لكن أوصيك يا ولدي، إذا رجعت إلى شيخك قل له أن يدربك على تقوية الحروف. ضعيفة. فهذا الذي ينقص في قراءتك فقط الضعف، ضعف نلاحظه في بعض حروفك. أنبهك مثلا حتى تذكرها إن شاء الله، عندك لما قلت ولا يقتلون النفس، الفاء، الفاء أين هي؟ فاء ساكنة فيها رخاوة. إذا لم تعقل ما أقوله الآن فسل شيخك. ها؟ نفس قصير يا أستاذ. أسلمنا. نعم، نفس قصير. معليش أنا ننبهه لكي به نشوقك يا وليدي، كي تروح لشيخك تقول له شاي، تقول الأستاذة شو هذا، لازم تتعلم. ها؟ أكيد لازم يطلب. طيب عندك لما قلت وضعتها أنثى، أو لازم تضم الهمزة راحت، يعني ضمتها راحت. عندك يعني والله، والواء لما تبدأ بالواو بين لنا الواو، لا تخليها تضيع منك. فتنبيهي لك لأني أنتظر منك الكثير، أنت ما شاء الله من بداية المسابقة إلى الآن ترينا يعني أشياء تبهرنا بها دائما. نعم. فقط هذه قوة في الأحكام في الأداء، تعلمها يا ولدي وأنت في بداية الطريق كما قلت سابقا. نعم، وشيخه هو والده أستاذة راضية. نعم، والده هو الذي خلاص 24 ساعة ونسمع. على 24 ساعة ما شاء الله. نعم، ما شاء الله. نعم أستاذ دكتور كمال قدة، ما رأيك في إطلالات الأطفال اليوم؟ ماذا أقول لك يا شيخ؟ أبيض وأخضر. نعم، إطلالتهم يعني تقصد لباسهم أم ماذا؟ لباسهم ووجوههم وكل شيء. والله وجوههم كالشمس وضحاها. نعم، والقمر إذا تلاها. نعم، أشكر إدارة الشروق طبعا سيد الشيخ. نشكر إدارة الشروق وكل العاملين في هذه القناة المباركة على هذا الاختيار. نعم، وهذا التميز والتألق، وأسأل الله عز وجل أن تكون قناة الشروق شمسا تضيء العالم كله. نعم، نشكر إدارة الشروق طبعا بالاتفاق مع جعدي مجدة مؤسسة بليندا اللي قامت بخياطة هذه الألبسة المتميزة للذين تنافسوا معنا اليوم في هذه المسابقة.